إخواني أخواتي، ما أسهل أن تكون تتلقى العلم، وما أصعب أن تكون منظم، لأن الأمور قد تتغير إلى آخره. ولكن عندي لكم بشرى سارة، ما دام أن الدكتور أمس ما عملش المحاضرة بعد المغرب، فاليوم غادي نخليو القواعد الفقهية ويزيدنا موكسيون المالية الإسلامية أو التشاركية كما تسمى في المغرب، لأن كيفما عملنا أمس أن لم تكون هناك ترجمة، يعني إن شاء الله باش كل وقت كامل. إذا الفترة الأولى إلى غاية الاستراحة يكون المالية الإسلامية، وبعدها إن شاء الله القواعد الفقهية. مشكورا دكتور، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سيد العميد، السادة الأساتذة، حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشطر الأول من هذه الدورة التكوين في هذه الفترة الصباحية سأتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ما يسمى بالمالية الإسلامية المعاصرة. وفي الشق الثاني بعد المدة الأولى سأتحدث في حدود ما يتيح الوقت عن القواعد الفقهية كما أعلن سابقا في العنوان. المالية التشاركية والمالية الإسلامية سأتحدث عنها من خلال بعض المداخل والمحطات الكبرى، لأن الموضوع شاسع وفسيح جدا. سأتحدث من حيث التعريف بهذا الموضوع، كيف نشأ وكيف تطور وكيف استقر الآن وما هي التحديات التي تواجهه، ثم أتحدث عن بعض المنتجات التي تتعامل بها الأبناك الإسلامية أو الأبناك التي تسمى عندنا في المغرب التشاركية. بالنسبة للمالية الإسلامية المعاصرة كيف نشأت؟ التفكير كان قديما جدا، يعود إلى فترة السبعينات. فكر بعض العقلاء الرواد الأوائل الذين همهم هذا القطاع المالي أن يحدثوا فيه معاملات جديدة تتلائم مع مقررات الشرع الحكيم، فاجتمعوا وفكروا وقدروا في أواخر السبعينات. وإن كان يعني الدرس النظري بدأ قبل ذلك بفترة، ولكن الخطوات العملية بدأت لتنزيل هذه المالية بدأ في أواخر السبعينات. كان التفكير أولا في إنشاء مصارف تحترم القواعد الإسلامية في الفقهية في العقود في المعاملات العوضية. كان التفكير هو تأسيس إما تأسيس مؤسسات خاصة بهذه المعاملات، يهيئ لها برنامج خاص ومادة خاصة فقهية شرعية تتعامل وفقها. هذه كان اقتراح الأول. اقتراح الثاني هو أن لا يتم تأسيس مؤسسات مستقلة لأن الوضع لا يسمح بذلك، فكان التفكير هو أن ينظر في المؤسسات التقليدية، المؤسسات المالية التي كانت سائدة، الأبناك غير التشاركية، ويؤخذ منها المعاملات القريبة إلى المعاملات الإسلامية وتكيف وتعد لتصير ملائمة للمعاملات الإسلامية. والاقتراح الثاني هو الذي حظي بالقبول، بمعنى أن الأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية في أصلها خرجت من رحم هذه الأبناك التي كانت سائدة، وخذت منها مجموعة من المنتجات من المعاملات المالية التي كانت سائدة، و يعني عدلت وهذبت لتصير منسجمة مع الأحكام الفقهية الإسلامية. هكذا انطلق. فلذلك نلاحظ أن كثيرا من المعاملات التي تجريها هذه البنوك هي معاملات يعني من قبيل الاستثناء عندنا في الفقه، يعني ليس معاملة في أصلها يعني عزائم، إنما هي رخص في الأصل. فلذلك نجد السلام، الاستصناع، الإجارة، هذه كلها في الفقه الإسلامي تسمى عقود استثناء، لأن الأصل فيها أنها تقع على شيء غير موجود،
فالعقل الشرعي في الأصل أنه يكون على شيء موجود، لما إذا كان على شيء معدوم لا يجوز. فالعقود في هذه المعاملات كلها على شيء غير موجود، ولكن الشرع أجازه نظرا لحاجة الناس إليه. فالعقد على الإجارة وعقد على المنفعة، والمنفعة لا يتم قبضها أثناء العقد، إنما سيقبضها المنتفع المقتدي تدريج، بمعنى شيء غير موجود أثناء العقد يتعذر تسليمه. في الأصل أنه لا يجوز، ولكن الشرع أجاز لأن الناس يحتاجون إلى هذه المعاملة. عقد السلام حينما تشتري سلعة غير موجودة سيأتيك بها العامل مستقبلا، فأنت تشتري شيئا غير موجود، ولكن الشرع أيضا أجازه لأن الناس سيقعون في حرج إذا منعوا من هذه المعاملة. وهكذا سائر المعاملات التي تبنتها هذه الأبناك هي رخص واستثناءات، ولكن الشرع أطلقها. فلذلك استطاعوا أن هذه المعاملات استطاعت هذه الأبناك أن تسوق هذه المعاملات، لأن لم تكن غريبة، كانت معاملة سائدة ولكنها هذبت وأدخلت عليها مجموعة من التعديلات، بالإضافة إلى بعد الانتهاء أتحدث عن مرحلة التأسيس، ثم بعد ذلك أضيفت معاملات أخرى ومنتجات أخرى من قبيل العزائم. وقد وصلت الآن يعني المعاملات التي فيها معايير شرعية هي شبه دولية، لأن كثير من معظم الأبناك الإسلامية تبنتها هي حوالي 52 معيار شرعي. إن تحدث حينما أقول معيار شرعي يخص معاملة معينة، يعني كل ما يتعلق بهذه المعاملة من الأحكام من الوسائل الإجرائية التطبيقية يعني تسمى معيار. نتحدث عن الكراء مثلا له معيار، معيار الكراء هكذا، معيار الإجارة، معيار المرابحة، المرابحة نوع من البيع، كل ما يتعلق بها من الأحكام من التفصيلات من الوسائل الإجرائية التي تحتاجها البنك لضمان حقوقها وحقوق الزبون، يعني كل ما يتعلق بهذا الموضوع يسمى المعيار. عندنا من هذا القبيل كما ذكرت 52 معيار، والهيئات التي تسهر على إنتاج معايير يزايد الآن بصدد تحضير لمعيار قد خرج في مسودة، ومعيار يتعلق بالديون، بيع الديون، كل ما يتعلق بمتى يجوز، ما هي الديون التي تباع وكيف تباع، ما يشترط في بيعها، كل الأحكام التي تتعلق بالدين وبيعه وإجارته سيصدر فيه معيار. هذا معنى المعيار، تحدث عن المعيار. فعندنا قلت يعني 53 هذا المعيار الجديد يتعلق بالمالية الإسلامية. إن هذه واحدة من المهام التي تنهض بها الصناعة المالية المعاصرة، لأن هناك هذه إنتاج معايير مهمة من المهمات، هناك إنتاج العقود، هناك مؤسسة خاصة بمتابعة هذه المعايير كيف تصاغ فيها عقود، لأن هذه المعايير في أحكام نظرية ولكن تحتاج حين التنزيل إلى عقود تصرف من خلالها هذه المعايير. فهناك مؤسسة تسهر على ضبط العقود، العقود النمطية، حينما تدخل البنك يعطيك عقد نمطي كيف تصاغ، مثلا يصاغ عقد المرابحة، كيف يصاغ عقد الشراء الكراء، عقد السلام إلى آخره. فهذه مؤسسة خاصة بضبط العقود، سواء تعلق الأمر بالعقود المحلية أو العقود الدولية، لأن الأبناك الإسلامية تتعامل مع الخارج، مع مؤسسات، مع دول، مع شركات كبرى، فتحتاج إلى ضبط العقود والاتفاقيات الكبرى المالية. فهذه أيضا مؤسسة خاصة بضبط العقود المحلية والدولية، إذن مؤسسة إنتاج المعايير، مؤسسة العقود، ثم مؤسسة الرقابة، يعني لأن هذه الأحكام يحتاج إلى مراقبة شرعية لضمان حسن التطبيق. فلذلك أحدثت هذه المالية الإسلامية، أحدث المسؤولون عنها لجنة خاصة سميت بهيئات الرقابة، لها أسامي متعددة، هيئة الفتوى وهيئة الرقابة الشرعية وهيئة الإشراف، فهي كلها تعنى بمدى احترام هذه المؤسسات للأحكام الشرعية أثناء تنزيل هذه المعايير.
يعني كتابة هذه العقود. هذه الهيئات في بعض الدول هي مستقلة عن البنك، مثل المغرب مثلا، المغرب فيها الشرعية تابعة للمجلس العلمي الأعلى، لا صلة لها مباشرة بالبنك الذي سيزاول هذه المعاملات. هناك في بعض الدول الهيئة الشرعية تابعة للبنك مباشرة، يجوز من النطاق يعني ماشي إداري ولكن لجنة مشرفة تعنى بضبط، هي ليست يعني استشارية فقط إنما هي قرارات ملزمة، يعني إذا خالفت المؤسسة المالية قرارات هذه اللجنة قد تصدر فتوى بحرمانها من المجال الذي يعني خالفت فيه، أو قد تسحب منها رخصة بصفة نهائية، فهذه قرارات ملزمة. على كل حال هيئة شرعية داخل البنك، هذا صيغة من الصيغ اختارتها بعض الدول. وهناك صيغة أخرى أن البنك، أن الهيئة الشرعية هي تابعة يعني للبنك، ولكن للبنك المركزي فقط، تابعة للبنك المركزي فقط، وتتفرع عنها لجان صغيرة، لجان التدقيق، يعني تكون داخل كل بنك، يعني تتابع مدى يعني احترام البنك لهذه المعايير، وترفع التقرير إلى اللجنة العليا، اللجنة المركزية التي تكون تابعة يعني للبنك المركزي، لتنظر في التقرير السنة المالية هل احترمت هذه الأبناك هذه المعايير أم تحتاج. على كل حال هذه هي أهم القطاعات المشرفة والمسيرة والمنتجة لهذه الصناعة، صناعة مالية المعاصرة. فهناك مستنتج المعايير، المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية من ناحية الإسلامية، ثم مؤسسات إنتاج العقود، ثم مؤسسات الهيئة الشرعية، وثم أخيرا مؤسسة التحكيم. هناك مؤسسة التحكيم الدولي في حينما يقع النزاع بين، يعني خصوصا النزاع اللي يقع بين المؤسسات لا بين الأشخاص، بين الزبون والبنك، النزاع الذي يقع بين مؤسسة بنكية أخرى ومؤسسة بنكية محلية ومؤسسة أخرى دولية، فهناك لجنة تحكيم دولي في هذا الإطار، هي لجنة التحكيم المالية الإسلامية. إذن هذه هي المجالات الكبرى في المالية الإسلامية. بالنسبة للقطاعات التي تصرف فيها هذه المعايير، فهناك القطاع البنكي ما ذكرت، وهناك السوق، الأسواق المالية سأتحدث عنها، لأن يعني أصبحت الآن نظرا لوجود يعني نشاط كبير في هذه الأسواق المالية الدولية، اقتحمتها الأبناك التشاركية والأبناك الإسلامية من خلال الصكوك التي أنزلتها، والتي عرف يعني عرفت رواجا كبيرا منافسة للسيارة الأخرى لبيع الأسهم والسندات في هذه الأسواق المالية، سأتحدث عنها بعد. وهناك قطاع آخر التأمين، لأن هذه الأبناك ليست أبناك يعني تقوم بعمل إحساني، إنما هي أبناك تجارية تستهدف الربح، ولكن الربح الحلال، ولذلك تحتاج إلى ضمانات من ودائع الناس، ويحتاج إلى أن تضمن تضمن للناس هذه الودائع حتى لا تتعرض للخسارة ثم بعد الإفلاس. فلذلك أنشأ تأمينا خاصا، تأمين يسمى تأمين تكافلي أو تأمين تعاوني، وسأتحدث عنه وعن هذا التأمين وما يميزه عن التأمين التجاري التقليدي السابق. إن هذه ثلاثة المجالات تحدث عنها في حدود ما يتيح الوقت، العمل البنكي، ثم الأسواق المالية، لنتحدث الأسواق المالية يعني حضور أبناك التشاركية في هذا السوق، لا أتحدث عن كل يعني ما يتعلق بالسوق المالي،
الدولي ثم التأمين قطاع التأمين وتحدثوا عن فقط عن التأمين التكافل والتأمين والنوع الذي يعني تعمل به الأبناك الإسلامية. بالنسبة للمعايير تحدثوا عنه، هذه المعايير تقوم على أساس جوهري يميز البنك الإسلامي عن غيره، لأن معظم المعاملات كما سنرى التي تمارسها الأبناك الإسلامية مرتبطة بالأجل، لأن الذي يقبل على البنك غالبا ما يكون بحاجة إلى تمويل، حاجة إلى تمويل، والتمويل يعني يحتاج إلى تكلفة وإلى حبس رأس المال لمدة معينة. فالأبناك تدخل في إطار تمويل المشاريع الصغرى والكبرى بعائد بربح، ولكنه مرتبط بالأجل، قد لا يأخذه آنيا إنما سيأخذه مستقبلا، سيحبس رأس المال لمدة طويلة يستحق عليه الربح. فما هو المبرر والمصور الشرعي للبنك الإسلامي ليأخذ الربح على هذا الأجل؟ ما هو المصور؟ الأساس الجوهري الذي تحرص عليه الهيئات الشرعية عموما هو أن يدخل البنك في مغامرة، لأن المغامرة في مجال التجارة هو احتمال الربح والخسارة في أي صفقة، قد يكون احتمال الخسارة قليل ولكنه يصوغ المعامل يصوغ الربح، لذلك يكفي أن يكون البنك ضامنا، بمعنى إذا كان البنك ضامنا للشيء بحيث إذا ضاع الشيء هو الذي يتحمل خسارته، حينئذ يستحق عليه الربح عاجلا أو الربح آجلا. فلذلك تحرص الهيئات الشرعية في كل هذه المعايير التي سأتحدث عنها على شرط جوهري، وهو أن يدخل المنتوج الذي تريد بيعه في ملكيتها. أما إذا كانت مجرد وسيط تبيع شيئا ولكنها لا تتحمل مسؤوليته فهي لا يفصل عندها حينئذ شيء عن الأبناك الأخرى التي تمول عن طريق القرض، وهي غير ضامنة حينئذ. فلذلك الشرط الأساس هو أن هذه الأبناك ليباح لها الربح أن تقتني الشيء الذي تبيعه عن طريق المرابحة، تبيع عن طريق المشاركة أو السلم أو مختلف السياق التي سأتحدث عنها. الشرط الأساس الجوهري هو أن يدخل في أن تشتريه، حينما تشتريه يدخل في ضمانها، يعني تقول إن الذي يملك الشيء يملك ربحه ويملك وعليه خسارته. فلذلك بمجرد أن تقتني المؤسسة البنكية شيئا هي لا تقتني لنفسها لأنها ليست مؤسسة تجارية، إنما تقتني للغير، ولكن حينما تقتني باسمها، وهذا هو الشرط الأساس الذي تحرص عليه الهيئة الشرعية، أن تقتني المؤسسة البنكية الشيء الذي تحول بيعه أو إجارته للغير ستقتني باسمها. حينما تقتني باسمها ستكون ضامنة في حالة ما إذا وقعت خسارة جزئية أو كلية فهي التي تتحمل ذلك، فهذا الذي يسوغ لها الربح الضمان دخول الشيء في حيازتها في ملكيتها ومن ثم في ضمانها حيث إذا خسر هي التي تتحمل ذلك هو الذي يسوغ لها أن تربح فيه. فلذلك يعني تلاحظون في كثير من الأحيان يعني تستدرك وتعقب وترفض اللجان الشرعية حينما تلاحظ أن العملية إنما هي عملية صورية فقط، يعني لا تشتري البنك لنفسها إنما احتالت فقط، فترفض هذه العملية لأن الشرط الجوهري كما ذكرت هو أن يدخل هذا الشيء الذي تريد بيعه كراءه في ملكيتها، وحينئذ تبيعه للغير إما بثمن مؤجل أو بثمن معجل كله أو بالتقسيط، إن البيع بالتقسيط لا إشكال فيه في الفقه الإسلامي أن يشتري الإنسان شيئا بالتقسيط يدفع ثمنه أقساط كل شهر يدفع جزءا إلى أن يستكمل الثمن كله، لكن الشرط الأساس هو أن يشتريه بنفسه، لأن الزمن كما يقول الفقهاء الزمن للزمن حصة من الثمن،
الآن كثير من الناس يستغربون كيف أن منذ الإسلام يزيد يعني أقول المقابل عن الزمن إذا كان 5 سنوات 10% 10 سنوات 20% من الربا قلت هذا مثله مثل الفائدة الأولى لكن لا ننظر إلى الأساس فإذا كانت معاملة في بدايتها بيعا فيجوز أخذ الربح على الزمن القصير والطويل والمتوسط حسب الاتفاق لكن الشرط الأساس هو أن تكون الصفقة بيع فأنا مثلا في الفقه يجوز أن أقول لك هذه القنينة أبيعها لك الآن ب5 إذا كنت ستؤدي الثمن الآن ولكن إذا كنت ستؤدي الثمن بعد 10 أبيعها لك ب10 هذا لا إشكال فيه من الناحية الفقهية هذا بيع أن أبيع لك شيئا أمتلكه لأنه وضعت الآن تحمل خسارتها قبل البيع فلذلك أنا مغامر فيها أربح وأخسر فلذلك إذا أردت أن أبيع لك الآن فأقول إذا كنت تريد أن تشتريها الآن ب5 إذا كنت سأؤدي الثمن نقدا أي معجلا إذا كنت ستؤدي الثمن عبر 3 أشهر لكل شهر قسط فأبيع لك ب20 فهذا يجوز لا إشكال فيه من الناحية الفقهية وهذا ما تقوم به تمارسه الأبناءك الإسلام لذلك أنا تحرص الهيئات الشرعية على أن تدخل هذا المبيع الآن يدخل في ملكيتها حينما يدخل الملكية وتبيعه أو تكريه فحين تطلب من الربح ما تشاء حسب العرض والطلب لأن حينئذ هناك منافسة في السوق فالعرض والطلب هو الذي يحدد الثمن المستقبل إذا كان مرتبطا بالمستقبل إذن هذا هو شرط الأساس في كل هذه السياق أو هذه المعايير التي سأتحدث عنها وأن يقع تأكد من دخول المنتوج أو العين اسم العين أو المبيع كلمة أشمل مبيع لأنه قد يكون ذاتا قد يكون منفعة يشتري خدمة ويبيعها على كل حال مبيع أن يدخل المبيع في ملكية البنك حينئذ يجوز لها أن تصرفه للغير بالبيع أو بالكراء أو بالإجارة حالا أو مآلا بالتقسيط أو بدفع الثمن جملة واحدة نقدا أو بدفعه جملة واحدة في نهاية الأجل هذا كلها صيغ لا إشكال فيها ولكن الشرط الأساس هو أن تتملك المؤسسة هذا المنتوج إذا آتي الآن إلى بعض هذه المعايير في حدود ما يسمح به الوقت ولكن ينبغي أن نستحضر دائما تحقق هذا الشرط وأن لا يبيع البنك شيئا لا يملكه إذا باع شيئا لا يملكه فهذه المعاملة لا تجوز ولكن هناك إكراهات يعني أن البنك ليس تاجرا يعني يبيعه يأتيه الزبون يرغب في شراء عقار في شراء منقول سيارة شيء أثاث البنك لا يكون عنده هذا العين نستعمل كلمة العين يعني المبيع كلمة واحدة يعني مصطلحات ولكن نحن نصطلح يعني نختار هذه الكلمات لا أغيرها العين هو المعقود عليه ذاتي يعني منقول كان أو عقار هذا العين غالبا لا يكون عند البنك فكيف يعني تعقد عليه وتبيعه له فلذلك هناك بعض المراحل التي تسبق العقد وهي مراحل دقيقة جدا وهنا يقع التحايل يعني نتيجة هذا الإكراه قلت تحايل يعني نتيجة الإكراه أن بعض الأبناء أحيانا لا تجد بردا من إجراء بعض العقود لا يتوفر فيها الشرط الذي نتحدث عنه بكامله يعني التملك أو دخول العين في ملكية البنك فلذلك سأبدأ بالمرابحة عقد المرابحة المرابحة هناك نوعان والمرابحة بالمناسبة هي الصيغة التي تتعامل بها الأبناك الإسلامية كثيرة وهي من حيث حجم المعاملات هي في المقدمة ثم بعدها الإجارة الليزية إجارة المنتهي بالتمليك إذن المرابحة هي الصيغة أكثر رواجا بمقارنة مع غيرها مع
المعاملات الأخرى. هذه المرابحة لها صيغة. هناك صيغة هي الصيغة الفقهية المعروفة، هي أن يشتري الإنسان شيئا ويبيعه ويصرح بثمن شرائه. إذا صرح البائع بثمن الشراء فهذا يسمى مرابحة، إذا لم يصرح بثمن الذي اشترى به فهو بيع مساومة. فالبيع في جميع الأحوال قسمان، جميع الأحوال قسمان، بيع مرابحة وبيع مساومة. حينما أقول لك هذه القيمين اشتريتها بخمسة وأبيع، أنا أريد أن أبيعه لك بعشرة، فهذا مرابحة لأنني صرفت لك بثمن الذي اشتريت به، ثم أطلب ربحا، ولذلك أربحني فيه لنجاة من الربح، أربحني فيه خمسة. أو المشتري هو الذي يبادر، فتقول لو اشتريت هذه، أقول لو اشتريت هذه القيمة بخمسة، فيبادر يقول أربحك خمسة أخرى، يعني اشتريها بعشرة. في ذلك جاءت هذه من حيث التسمية، يعني لماذا سميت مرابحة فقط من الناحية اللغوية؟ المرابحة لكل بيع يصرح فيه البائع بالثمن الذي اشترى به هو ويطلب ربحا يسمى مرابحة. ولذلك فهي تصنف في الفقه الإسلامي ضمن بيوع الأمانات. بيوع الأمانات لأن تقدير الثمن موكول إلى البائع ويسبقه المشتري بناء على أمانته، معنى أنه حينما يذكر الثمن يسبقه ويزيد له ربح معين، فلذلك فهي من بيوع الأمان. فلذلك إذا وقع فيه غش، وقع فيه تدليس، سنرى أن حكمه يختلف عن حكم بيع المساومة في حالة الغش وعدم تصريح الثمن الأصلي. إذن فهذه النوع الأول من المرابحة هي أن يكون البائع يمتلك الشيء، هذه القنينة وهذا الهاتف أمتلكه أنا وأعرضه للبيع، فيأتي المشتري ويقول له هذا الهاتف اشتريته بعشرين وأنا أريد بيعه بثلاثين، أو أقول له فقط أنا اشتريته بعشرين كم تربحني؟ فيقول أعطيك خمسة، أعطيك إما نسبة قارة يعني شيء محدد، أعطيك ثلاثين، أو نسبة أعطيك خمسة في المئة من الربح، لأن الربح قد يكون شيئا معينا قارا وقد يكون نسبة من رأس المال، قد يكون نسبة من رأس المال، قل اشتريته بعشرين وأريد فيه ربح خمسة في المئة من الربح، يعني لا إشكال أن يكون الربح نسبة مئوية بمقارنة مع رأس المال، أو يكون شيء مقرر معين زدني عشرين أو ثلاثين أو أربعين، هذا لا إشكال فيه. هذه هي الصيغة الأولى للمرابحة. وهناك صيغة أخرى وهي أكثر رواجا وهي التي تتبناها الأبناك والمصارف الإسلامية، المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة للآمر بالشراء هذه الصيغة يكون التفاوض حول العين قبل امتلاكها. يأتي الزبون إلى البنك يريد شراء عقار شقة مثلا، ويكون قد عرف هذه الشقة وعاينها وعرف ثمنها، يعني لا إشكال في ذلك. وقد يكون إجهالي طبيب البنك هو الذي يبحث عن هذه الشقة، هذا لا إشكال، إما أن يكون قد عرفها أولا وعاينها وعرف ثمنها وتفاوض مع مالكها، وأن لا يكون جاهل يأتي فقط يبحث عن شقة في مكان معين بثمن معين في مواصفات معينة حدود يعني غرف 3-4 إلى آخره. يأتي الزبون إلى البنك يرغب في شراء شقة عن طريق المرابحة، فيذهب البنك بعد هذا الطلب الذي يقدمه الزبون، يحدد فيه العين التي يريد شراءها، يذهب البنك إلى الجهة المالكة شخصا أو مؤسسة ويقتني تلك العين المطلوبة ويبيعها لهذا الزبون بربح معين، لا يشتريها له مرة، كما ذكرت الشباب والدم يمدوا في أشرط الأول، يعني يشتريها نفسه باسمه ثم يبيعها مرابحة للزبون.
هذه العملية تلاحظون أن فيه عقدا على شيء غير مملوك، لأن البنك حينما يأتيه الزبون يريد شراء منزل منه مثلا شقة، الشقة في حال هذا في هذه المرحلة لا يمتلكها البنك، إنما سيذهب بعد أن يوقع معه يعني طلب لا العقد، طلب يذهب البنك ليقتني الشقة لنفسه ثم يبيعها للزبون. معنى في المرحلة الأولى لا يكون العين في حيازة البنك، فلذلك توقف الفقهاء هنا، لم يجيزوا للبنك أن يبيع، إنما اشترطوا هنا فقط أن يكون أن يعد الزبون البنك بالشراء، وأن يعد البنك الزبون بالبيع. ولكن الإشكال الذي اعترض الفقهاء هنا هو هل هذا الوعد ملزم أم غير ملزم؟ لأن إذا كان هذا الوعد ملزم للطرفين فهو عقد، حينما يكون الوعد ملزم لكلا الطرفين فهو عقد، ولكن عقد على ماذا؟ على شيء لا يملكه البنك، إذن هذا لا يجوز من الناحية الشرعية. فلذلك قال لا، لا بد من أن يكون هذا الوعد غير ملزم لطرف وملزم لطرف حتى نخرجه من مقررات العقد، لأنه إذا كان العقد أو الوعد ملزما للطرفين فهو عقد، ولكن وقع على شيء غير مملوك فهو لا يجوز شرعا، هو عقد على معدوم، لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لا يملك. إذن فما إذن لجأوا إلى تكييف شرعي، لأن قلت إن كل هذه مخارج شرعية، يعني الفقهاء اضطروا إلى أن يبحثوا عن مخارج ولكنها شرعية ليتلائم هذا العقد مع مقررات العقد الشرعي الفقهي. فرأوا أن الوعد بالنسبة للزبون يكون ملزما حينما يوقع العقد، فهو لا يجوز له يتراجع. بالنسبة للبنك غير ملزم، بالنسبة للبنك غير ملزم، معنى إن شاء نفذ العملية واشترى الشقة وباع إن شاء تراجع، لأن الوعد بالنسبة إليه غير ملزم، ولكن بالنسبة للعميل ملزم. لماذا ألزموا العميل ولم يلزموا البنك؟ وهل يكون العقد ملزما أصلا في الشرع؟ يعني نعلم أن العقد الوعد، يعني هل هو مش العقد عفوا الوعد، هل هو ملزم أخلاقا أو بالتعبير الفقهاء ديانة وقضاء، أو هو ملزم فقط للشخص ديانة لا قضاء؟ الناحية الأخلاقية إن شاء نفذه وإن شاء يعني تخلفه ويكون آثما، ولكن لا يؤخذ من ناحية قضائية. يعني هذا أيضا تحدي، كان لابد أيضا من جواب الشرعي عنه الوعد متى يكون ملزم. هنا بعض الفقهاء وجدوا في المذهب المالكي، لأن هذه حلها المذهب المالكي هذا الإشكال، أن الوعد يعني غير ملزم، هذا هو الأصل فيه، بينما صاحبه إذا لم يفي بوعده يكون آثما. لكن الفقهاء المالكية يقول في الوعد إذا دخل الموعود الذي وعدته في علاقة أو في تصرف بناء على وعدك فإن إذن لا يجوز لك أن تتراجع. قبل أن يدخل في تصرف بناء على الوعد الذي أعطيته إياه يمكنك أن تتراجع، لكن إذا تصرف بناء على وعدك فلا يجوز لك أن تتراجع، يصير الوعد بالنسبة لك ملزما. فحينما تقول الشخص بدأ يريد أن يتزوج، تقول مالك يا بدأ يتزوج وأنا علي الصداق وعلي تكاليف العرس، يعني هذا وعد، إذا لم يقوم بالخطبة يعني يشرع في تكاليف في العقد ودفع الوعد بالصداق، إذا لم يشرع في هذا الشيء الذي وقع عليه الوعد وتراجع عن الواحد لا إشكال. لكن إذا ذهب هذا الإنسان هو خطبه ثم بعد ذلك جاء ليأخذ المال الموعود وقال لا هذا وعد أنا لست ملزم، لا، المالكية يقولون في هذه الحالة
يلزم بوفاء بعده، لأن الموعود دخل في العملية بناء على الوعد، بناء على الوعد الذي أخذه من الواعد، فيجب عليه أن يلتزم بهذا. إذن أخذت الهيئة الشرعية بالمذهب المالكي إلزام العقد للعميل بناء على أن الوعد ملزم عند المالكية إذا دخل الطرف الموعود في عمل. إذن فبمجرد أن يتحرك البنك ويستعد ويأخذ يعني المبادرة في شراء العين التي وقع عليها الطلب، يلزم الزبون بوفاء بوعده، والبنك غير ملزم، غير ملزم. لماذا؟ قد يكون هناك وعد من الملزم من الطرف العامل، ويذهب البنك ويطرأ له ألا يشتري ويتخلى عن لا إشكال في ذلك، لا إشكال، لأنه ليس عقد، لأن لن نصل بعده إلى مرحلة التعاقد، إنما نحن الآن في مرحلة المواعدة الوعد. فلذلك بما أن هذه المرحلة مرحلة الوعد، البنك ليس له ضمان، قد يشتري هذه العينة ويتخلف العميل عن الأخذ، فلذلك اشترطوا أن يأخذ منه ضمان، ولكن لم يسموه ضمان، لأن العقد لم يقع بعده، ولكن يسمى ضمان الجدية، يسمى ضمان الجدية، وهو مقدار من المال يأخذه البنك من العميل ليختبر الجدية، هو جدي في هذا الطلب أو غير جدي، يأخذ منه مقدار من المال ثم يشتري له هذه الشقة ويدفعها له ويرد هذا ضمان الجدية، يعني هذا المال الذي أخذها، أو يدخله ضمن الثمن. وإذا تخلف، إذا لم يفي البنك بوعده يعني بالشراء، يرد له ضمان الجدية. إذا لم يفي الزبون بالوعد وتكلف المستكلف البنك في شراء، يعني اشتراه أو يعني ربما دفع ثمن لمكتب دراسة مثلا أو جهة معينة تساعده على تحقق من طبيعة العين وظروفه لدفع التكلفة في هذا السياق، فإذا تخلف العميل فإن البنك يقتطع من هامش الجدية بإقدار الخسارة، إقدار الضرر، ويرد له الباقي. إذن هذه العملية الأولى هي يعني المواعد، يعيد الزبون البنك والبنك يعيد العميل بالبيع، ولكن الوعد بالنسبة للزبون ملزم وبالنسبة للبنك غير ملزم. إن هذه المرحلة الأولى مرحلة المواعدة، ثم بناء على هذه المرحلة الوعد ويكون مكتوب يوقع عليه الطلب، ولذلك سميت هذه المعاملة بالمرابحة للآمر بالشراء، لأن الآمر بالشراء هو الزبون، هو الذي يأمر البنك ليشتري له، فيذهب البنك ويشتري هذه الشقة، وينبغي أن يكون شراء حقيقيا لا صوريا، معناه أن يشتري ذلك باسمه، ثم بعد ذلك يبيعه ثم تأتي مرحلة العقد. وفي هذه المرحلة ديال العقد قد يقع تفاوض جديد عن الثمن، إنه قد يصرح البنك في البداية مرحلة المواعدة بالثمن، يقول سأشتري لك شقة مثلا، ويكون الزبون قد عرف ثمنه، ولكن البنك يذهب ويشتريه ثم يبيعها، فهذه المرحلة قد يتغير الثمن، لأنه قد تكون هناك تكاليف أخرى أضافها البنك، قد يكون البنك قد حصل على تخفيض من المصدر، فهذا التخفيض يجب أن يستفيد منه الزبون، نعم، البنك اتفق مع الزبون بأن يشتري له سيارة ب50، ولكنه بما أنه يشتري كمية كبيرة من مصنع معين
جامدا 100 سيارة واخفضه في هذه السيارة تخفيض معين. هذا التخفيض هل يستفيد منه العميل أم لا؟ هذا التخفيض، فلذلك قلت هذا يقع تفاوض على الثمن من جديد، لأنه قد يزيد البنك شيئا وقد يستفيد من التخفيض، وهذا كله ينبغي أن لنا الآن لا تنسوا نتحدث عن عقد مرة الذي هو عقد أمانة، يعني أي عنصر يدخل في الثمن زيادة أو نقصا يجب على البائع أن يصرح به، وإلا ما كان بيع أمانة دخل في بيع المساواة. إذن فعند العقد يقع يعني قد يبقى الثمن الأول قد لا يتغير، إذا كان الزبون قد عرف ثمن الشراء وذهب البنك والشراء قد لا يتغير، ولكن قلت قد يتغير لدخول عناصر أخرى ترفع من ثمن، ربما السوق تغير العرض والطلب أو أن البنك استفاد من تخفيض معين فيقع التفاوض من جديد على 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 ثمن. ثم يبيع هذه العين للمشتري، وبمجرد البيع تدخل في ملكيته، لأن تحدث الآن عن بيع لا عن الإجارة ولا عن الكراء، إنما هو بيع. الآن تنتقل الملكية إلى الزبون بمجرد العقد، والبنك يبقى له أن يأخذ الثمن أقساطا حتى يستوفي الزبون الثمن كله. إنفاذ العمل، حينما يشتري البنك بمجرد أن يشتري يدخل في ملكيته، إذا باع قبل أن يسلمه للمشتري فالخسارة على البنك، هذه هي وجه المغامرة. إذا ظهر فيه عيب، كان فيه خلل، اشتراه ثم اكتشف أن فيه خلل مؤثر في ثمن، خلل مؤثر في ثمن، فمن يتحمله؟ البنك. قد يسلمه للمشتري ويكتشف فيه المشتري خلل، ولكن الخلل يكون موجود قبل العقد، لا الخلل الذي يحدث عنده، لا لا يعتبر، يتحمل مسؤوليته الزبون. يكتشف أن في السيارة خللا يؤثر على الثمن، وهذا الخلل كان موجودا فيه أثناء العقد، فيحق له أن يرده للبنك أو يطلب تعويضا عنه إن إحكام العيب، إما أن يحتفظ بالثمن يرده ويسترد ثمنه. إذن هذا تلاحظوا أن البنك هنا يتحمل مسؤولية، ما نقول هذه المسؤولية وهذا الضمان بتعبير الفقهاء، يعني هذا الضمان يعني تحمل ربح والخسارة، هذا الضمان هو الذي سوغ له أخذ الربح في هذه الصفقة. ما هي العناصر المعتبرة في الربح؟ ما هي العناصر المعتبرة في الربح في المرابحة؟ تحدث عن المرابحة حينما يقول الإنسان هذه قنينة اشتريتها بخمسة وأبيعها بعشرة، هذه خمسة ما هي العناصر التي تدخل لتحديد ثمن خمسة؟ هل الثمن الذي دفعه فقط أم ثمن النقل، ثمن التخزين، ثمن الأجراء؟ يعني هناك تكاليف تصرف على المبيع، فهل كل شيء يدخل في ثمن؟ الفقهاء يفصلون، ولكن المالية المعاصرة يعني الأبناء الإسلامية الآن لا تفصل، فتقول ثمن التكلفة، ثمن التكلفة، لكن الفقهاء كانوا يفصلون دائما، لأن هذه من بيوع الأمانات، فيدخل في البيع ثمن الشراء والثمن الذي لا بد منه أو التكاليف التي لا بد منها اللي تجب على البائع أن يدفعها في نقل مثلا، لأن النقل عليه، فيدخل النقل في 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 التكلفة ويزيده في ثمن. يقول هذه القنينة اشتريتها بخمسة وكلفتني اثنين، صارت مثلا بسبعة، فيكون الثمن هو سبعة، لكن بعض التكاليف التي تدخل في إطار اختصاصه هو يمارسها يعني فلا يزيدها في 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 القنينة. لكن قلت أن يعني الأبناء المعاصرين لا تفصل هذا التفصيل، وتصير فقه مهم من الفقهاء، بما أن هذا البيع بيع أمانة فلا بد من أن يحاسب البائع على الثمن، ما يدخله في الثمن وما لا يدخله، وما يستحق عليه الربح وما لا يستحق عليه الربح. لكن الفقهاء الآن العصر يعني تحدثوا عن ثمن التكلفة، يقول هذه القنينة، ولكن لا إذا كانت هناك تكاليف لا يقول اشتريته، يقول هذه القنينة قامت عليا
والدرجة قامت عالية، كيف الفقه قامت عالية بسبعة. عندما يقول قامت عالية معنى أنه لم يشتري بسبعة، لم يشتري بخمسة، ولكن زاد عليها تكاليف إضافية يعني ضرورية. فحينئذ يقول هذه السلعة قامت عالية بسبعة وأنا أبيعها بعشرة. فهذا هو الثمن الذي إذا حصل البائع على تخفيض، هل يستفيد منه المشتري أم لا؟ هل يستفيد؟ الذي تقرر في المعايير الشرعية أن أي تخفيض يحصل عليه البنك ينبغي أن يستفيد منه المشتري. هذا هو النص المعايير. لكن الفقه المالكي يفصل، المالكي يفصلون في التخفيض، لأن هناك بعض الأحيان التخفيض يعني يكون لمعنى خاص، إنه كتخفيض عام لشركة يعني معلومة حيث التعامل يعني تخفض نسب مئوية معينة، كل واحد يشتري منها تخفض له شيء، فهذا التخفيض لا إشكال فيه إنه يستفيد منه العامل. لكن أحيانا يكون التخفيض لمعنى خاص، حينما يذهب عامة الناس ليشتروا هذه السلعة لا يحصل على التخفيض. لكن هذه المؤسسة لها علاقة خاصة، لها يعني أنها تشتري كمية كبيرة، أو أن الشركة تريد مثلا من حيث التحفيز أو من حيث تريد أن تبقي هذه المؤسسة مرتبطة بها، يعني تحدث تخفيضا خاصا لمعنى معين لهذه المؤسسة، فهذا التخفيض يدخل عند المالك لا يدخل، هذا يستفيد منه البائع يعني البنك، لأن هذا التخفيض للبنك، لو ذهب غير البنك لمؤسسة أخرى أو شخص آخر لا يستفيد من هذا التخفيض، فلذلك المالك لأنه أحيانا قد يأخذ هذه السيارة بالمجان، فهل يعطيها للزبون بالمجان؟ لأن هذه البنك مثلا اشترى يعني صفقة واحدة 100 سيارة وأعطاه المريد يعني المؤسسة البائعة أعطته سيارة مجانا، هو الذي طلبها الزبون، فهل يعطيها له مجانا؟ لذلك المالكيات قالوا إذا كان التخفيض روعي فيه معنى خاص للمؤسسة فهذا ليس من الزبون، لكن التخفيض عام حصل عليه نجاء في مرحلة في التخفيض، من بعض المؤسسات في بعض الفترات تحدث تخفيض معين تخفيف في بعض السلع اشتراها البنك في هذه المرحلة، هذا التخفيض ليس للبنك إنما للعموم، فهذا التخفيض باتفاق يدخل، فلذلك ينبغي أن يصرح به البائع لا يدخله في الثمن، إن لا يقول مثلا هذه هو 10 وقد اشتراه بخمس إلى آخره، هذه كلها تفاصيل جزئيات لا بد من استحضارها أثناء تحديد الثمن، لأن هذا العقد عقد أمانة والمرابحة. إذن هذا هو المعيار الأول، وعقد المرابحة للآمر بالشراء في حالة عجز، نعم في حالة عجز الزبون عن الأداء، يعني قد يتفق أن يحدد الثمن بناء على ما ذكرت، ويكون هناك ثمن إلى أجال مقسطة عبر أشهر معينة، لكن في فترة مثلا يقع العجز، يحدث عجز لا يستطيع الزبون أن يدفع الثمن، كيف يتعامل معه البنك؟ هناك إشكال كبير إن واجهته هيئة الرقابة، كيف تتعامل؟ هل تزيد عليه؟ هل تعيد الجدول بمقابل بزيادة؟ فبالنسبة للمتوقف عن الدفع عجزا هذا قولا واحدا لا تزيد عليه البنك شيئا إنما ينظر إلى ميسورة، هذا اتفاق. لكن المشكل المطروح إذا كان الممتنع عن أداء مماطلة معنى له ملاء قادر على السداد ولكنه يتهرب لا يريد، فهل يتركه البنك إن ينتظره إلى ما لا نهاية أم هناك عقوبة زجرية تدفعه لأن يتابع الأداء؟ ما كيف يتعامل معه؟ الأبناء الأخرى هناك شرط الجزائر انتهى الأمر، إذا توقف تزيد عليه نسبة معينة ويكون قد وقع عليها في العقد، هناك تقليدية لا إشكال عندها
بالنسبة للمواطن، لكن أبناك الإسلامية لأن إذا زال تعرف المواطن أصدزوا عليه ريح. يعني لأن الآن هي مدينة، لأن هذا الدين هذا الثمن أصبح دينا في ذمة الزبون، فإذا زادت عليه شيء فسيكون فائدة غير مسوغ الشرع، فكيف تتعامل معه؟ هناك يعني بخارج الأبناك الشرعية في الشرق، أبناك الإسلامية أفتت يعني الهيئات الشرعية واتفقت، وهذا ما يجري فيه العمل الآن، أن الزبون إذا كان مماطلا قادر على الأداء ولكنه لا يريد الأداء يتهرب من الأداء، فتعطيه إنذارا لأشهر معينة وثم تزيد عليه نسبة مئوية، وهذا النسبة يكون أخذ وقع عليها، بمعنى يوقع في العقد أنه في حالة ما إذا امتنع عن الأداء مماطلا قادر على الأداء ولكنه لا، فيزاد عليه 5% من أصل الدين، يوقع على ذلك، لكن هذا 5% لا يأخذه البنك، إنما تصرف إلى جهات أخرى تحددها الجهات يعني الرقابة الشرعية، تذهب إلى المؤسسة الخيرية، المؤسسة الاجتماعية، لا يأخذها البنك، هذا هو المخرج لضبط العملية حتى لا يتهرب الناس عن الأداء، فاشترطوا أن في حال توقفه عن الأداء أن يفرض عليه نسبة معينة يكون قد وقع عليها، زاد عليه ولكن لا يأخذها البنك، إنما قلت تصرف إلى جهات أخرى. هناك إن هذا ما يجري التعامل به، ولكن بعض الهيئات لم ترى هذا الحل حلا شرعيا، لأنه على كل حال البنك أخذ هذه الزيادة سواء احتفظ بها أو دفعها إلى الغير فقد أخذها، فلذلك اكتفت بتقرير الضرر، قالوا لا نضيف إليه شيء، ولكن البنك يحدد الضرر الحقيقي المثبت، الضرر الحقيقي لا تحدد مثلا ضرر الفرصة الضائعة لا تدخل، لأن سيكون ضررا فاحشا شيء كبير سيزاد عن ذلك، يعني مقدار الضرر الحقيقي المثبت المبرر بالأوراق والفاتورات، إذا لحق ضرر بالبنك جراء أي بسبب تأخير هذا العميل الأداء، مقدار الضرر تحدده وتطالبه بالتعويض وتأخذه، لأن تكون جبر الضرر، جبر الضرر يجوز الإنسان المتضرر يأخذه، لذلك بعض الهيئات الشرعية رأت أن الاحتكام إلى الضرر أولى من احتكام إلى تقرير نسبة مئوية مسبقة على المدين المماطل، إن ذلك يدخله في شبهة، لأن البنك سيأخذ هذه النسبة سواء احتفظ بها لنفسه أو صرفها لغيره فهو قد أخذها، ولكن على كل حال من حيث الممارسة والتنزيل الصيغة كلها هي المطبقة، وأن الأبناك الآن الإسلاميات تزيد على المماطل نسبة مئوية يوقع عليها في حالة ما إذا تماطل تأخذه وتصرفه للغير، إذا طلبه التأخير هنا مماطل يعني قادر على الأداء ولكن أراد التأخير، هل يجوز للبنك أن تؤخره بمقابل تعيد الجدول، يعني بدل أن يؤدي على 3 أشهر يؤدي على 6 ولكن بمقابل، هذا لا يجوز إذا كانت الجدول مجانا فهذا لا إشكال فيه، إذا كان سيؤدي ضمن 3 أشهر ولكنه نظر لظروف خاصة أو له يعني مشاريع أخرى وطلب المهلة لأشهر أخرى وقابل يعني وافق البنك على ذلك ولكن بدون زيادة في أصل الدين، فهذا يجوز للجدولة إذا لم تصاحبها فائدة فتجوز لا إشكال فيها. إذن هذا ما يتعلق بحالة توقف العميل عن الأداء عجزا أو تماطلا، إذا لم يتعلق بهذا المعيار الأول، هناك تفاصيل كثيرة ولكن أهم ما في ما ذكرته المعيار الثاني، نعم إذن المعيار الثاني وأرجون يكون يعني المعيار الأول المرابحة، هناك بعض التفاصيل أخرى جزئية في ما يتعلق بالتأمين، هذا التأمين هذا لأن المشكلة يعني هذا حكمه سينسحب على جميع
المعايير، من يكلف بالتأمين، هل والتكاليف إلى آخره. سأتي المعيار الثاني بسرعة، ومعيار الإجارة. الإجارة أيضا من العقود العوضية الواسعة الانتشار في تعاملات الأبناء الإسلامي، وما يميز الإجارة عن غيرها هو أن الإجارة هذا تعرفونه باب التذكير فقط، أن العقد في الإجارة لا يكون على العين إنما يكون على المنفعة، لأن الكراء هو شراء المنفعة، فالذات أو العين تبقى على ملك صاحبها، أنت تشتري منه المنفعة لمدة معينة، صراع طويل. البيع هو عقد على الذات، الإجارة أو الكراء، لأن كثير من الفقهاء لا يفرقوا بين الإجارة والكراء، نستعملهما احنا على أنهما مترادفان، الكراء والإجارة شيء واحد. الإجارة عقد على المنفعة، البيع عقد على العين، تشتري العين بالذات تمتلكها، لكن الكراء عقد على منفعة، والعين تبقى على ملك صاحبها. السؤال الذي يتبادر، الذي يمتلك العين يبيعه لمن يشاء انه يمتلكه، لكن الذي يمتلك المنفعة هل يجوز له ان يبيعه؟ اكترى منزلا فهو اشترى المنفعة، حينما يشتري الانسان شيئا يتصرف فيه فهو الان اشترى منفعته، فهل يجوز له ان يتصرف في هذه المنفعة كيف يشاء ام لا يجوز؟ انما ينتفع هو فقط. في المذهب في الجمهور الفقهاء الحنفي المالكية والشافعية والحنابلة، ان الانسان حينما يشتري شيئا سواء كان ذاتا او منفعة يتصرف فيه التصرف المشروع، فيحتفظ به بنفسه، وقد يفوته للغير اما عن طريق البيع او عن طريق الكراء، لا اشكال في ذلك. يمنع فقط الاتجاه المانع هو اتجاه الحنفي للإجارة من الباطل. الإجارة من الباطل هو أن يكون الإنسان مستأجرا لعطاء أو لمنقول ويؤجره لغيره بثمن يربح فيه، يعني يتجر، ولكن في شراء المنافع لا في شراء دواء معين. هذا لا إشكال فيه وتمارسه، وهذا مذهب الجمهور الذي أخذ به الأبناء الإسلامية. فيجوز للإنسان الذي يقتني يشتري يعني يكتري منقولا أو عقارا أن يكريه لغيره بثمن يعني يربح فيه أو بنفس الثمن، على كل حال يتصرف فيه، فقد يكتري المنزل بعشرة ويكريه لغيره بخمسة، قد يكريه يكتريه بعشرة ويكريه لغيره بعشرين، هذا لا إشكال فيه. ولذلك قلت يعني المعايير الشرعية تبنت مذهب الجمهور، فلذلك أجازت الكراء من الباطل، فكما يجوز لمشتري العين أن يتصرف فيه بالبيع والكراء والتبرع، فكذلك يجوز لمشتري المنفعة أن يتصرف في هذه المنفعة بالكراء أو بالبيع يعني أو بالهبة أي بالتبرع، لأنه يتصرف في منفعته، وقد يتصرف فيها وقد يتصرف فيه غيره، قد يوقع الوظيفة التي من أجلها عقد الكراء وقد يغيره، هذا لا إشكال عند الجمهور، فقد يشتري من أجل أن يسكن، ولكن يبدو له أن يمارس إذا كان لا يتعارض مع العقد أو العرف، فقد يشتري إنسان مثلا دكان يبيع فيه منتوجا ولكن باع فيه منتوجا آخر، هذا لا إشكال ما دام أن ذلك لا يتعارض مع العقد، لكن إذا وقع تنصيص في بند العقد أنني أكري لك هذا الدكان لتبيع فيه سلعة معينة فقط، فحينئذ يجب احترام بنود العقد، فلا يجوز للمكتري أن يغير وظيفة ويمارس تجارة في سلعة أخرى قد تضر بالجوار أو تضر بالمكتري أو بالعقار نفسه، فحينئذ كان هناك نص في العقد على أن الإجارة ينبغي أن تكون محصورة في نشاط معين فينبغي الاختصار عليه، ما لم يقع النص على ذلك فيجوز للمكتري أن
يغير الوظيفة بشرط أن لا يكون هناك ضرر للمالك الأصلي أو للغير. إذن هذه هي الإجارة، هي عقد وشراء منفعة من أجل للنفس أو للغير. كيف تمارس يعني أبناؤكم التشاركية هذا العقد؟ هناك كما في المرابحة هناك صيغتان، المرابحة الفقهية المعروفة والمرابحة للأمر بالشراء، فكذلك في الإجارة هناك الإجارة التشغيلية والإجارة البسيطة، وهي الإجارة المعروفة أن البنك يكون له عقار أو منقول فيكريه للزبون بأجرة معينة يأخذها سنويا أو شهريا أو يوميا، لأن الإجارة تقسم يعني حسب المدة قصيرة أو طويلة. فهذا هذه الصيغة هي الإجارة المعهودة المعروفة، يكون لدى الشخص أو لدى مؤسسة شيء فيكريه أو يؤجره للغير بأجرة معينة شهريا أو سنويا أو نسبيا. هناك نوع آخر من الإجارة وهي التي تمارس الأبناك الإسلامية بكثرة، لأن الزبون يكون بحاجة إلى تمويل فيلجأ إلى هذا النوع، هي الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه الإجارة المنتهية بالتمليك هي أنها تبتدئ إجارة وتنتهي بيعا، وصيغتها أن الزبون أحيانا يرغب في عقار أو منقول ويأتي إلى البنك ويختار هذه الصيغة ديال صيغة الليزين الإجارة المنتهية بالتمليك، فيذهب البنك يشتري له هذا المنقول، يشتري لنفسه. دائما هذه عبارة أصلية يعني وأصيلة وجوهرية في المنقول، يشتري لنفسه ثم يكري هذا الشيء الذي اشتراه للزبون بثمن، يعني يكريه بأجرة معينة، ولكن يحدد الثمن الـ يعني الإجمالي للمنقول أو للعقار للعين. هذا الثمن هي كأجرة ولكنه في نفس الوقت ثمن، هو أجرة وثمن، لأنه سيدفعه الزبون على أساس أنه أجرة ولكن يحتسب في الثمن، لذلك يحدد الأجر أو الأجرة الإجمالية للمبيع. فيشتري العقار مثلا بمئة، يقول اشتريته بمئة وأبيعه لك، أبيعه لك مؤجلا بمئة وخمسين أو مئة وعشرين على أن تدفع كل شهر مثلا خمسة، فيأخذ الزبون العين على أساس إجارة لا على أساس ملك، لا يملكه البنك هذا العين إنما يكريه له فيأخذه، والزبون يكون قد عرف الثمن الإجمالي لهذا المنقول أو العقار، يأخذه ويدفع الثمن أقساط، حينما يستوفي الثمن الإجمالي يفوت البنك للزبون هذا بثمن رمزي أو بتبرع، يعني يقع الاتفاق على أنه في أو تلقائيا حينما ينهي الزبون أقساط الثمن تلقائيا يدخل المبيع في ملكيته، فقط يحرر البنك العقد، عقد التمليك فيدخل في ملكيته. هذا هو عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. هكذا تنتهي الحاجة. أكرمك الله سيدي، حقيقة تحفتنا المالية الإسلامية وكذلك فقه البيوع ما شاء الله. يعني إذا كنت بعض الأسئلة إن شاء الله مرحبا بكم. لدينا أسئلة الآن بعد السنة مرحبا إن شاء الله أسئلة، وبعد إن شاء الله استراحة، وبعد نمر يعني المحاضرة الثانية.